بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه والاه، السيد وزير الدولة، السادة الوزراء، حضرات السيدات والسادة، أود في افتتاح أشغال هذا اللقاء أن أرحب بكل الحضور الكريم إلى هذا الاجتماع الهام والذي سيخصص للدراسة والمصادقة على مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط عينة من 4 مساطر إدارية مطبقة على المقاولة والتي تهم كل من مسطرة إحداث الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ومسطرة أداء الضرائب والرسوم، ومسطرة نقل الملكية، وكذا مسطرة الربط بالشبكة الكهربائية. وبهذه المناسبة أؤكد من جديد حرصي الشخصي على عقد مثل هذه اللقاءات للتتبع المستمر لهذا الورش الهام الذي يرمي إلى تبسيط المساطر الإدارية بما في ذلك تلك المطبقة على المقاولة، وذلك بغية التسريع بتنزيلها على أرض الواقع وضمان حسن تنفيذها. تفعيل هذا الورش سيمكن من دون شك من الحد من الإشكالات والصعوبات المسطرية التي تواجه المقاولة المغربية والقطاع الخاص بصفة عامة، وسيساهم بذلك في تحسين مناخ الأعمال ببلادنا وتطوير ترتيب المغرب في التقارير الدولية المهتمة بهذا الميدان، بما في ذلك تقرير البنك الدولي دوينج بزنس. في هذا الإطار أدعو جميع القطاعات الوزارية المعنية إلى إعطاء الأهمية البالغة لهذا الورش الذي تسهر على تنسيق أشغاله الوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وذلك من خلال الحرص على أن تكون ممتلة بالمستويات الإدارية المناسبة في ورشات العمل التي تنظم باستمرار من طرف الوزارة الوصية، قصد تحديد المساطر المعنية بالدراسة والتقييم ومناقشة التدابير والإجراءات الكفيلة بتبسيطها، استقبال الخبراء والتقنيين الذين سيتم تعيينهم قصد القيام بكل الدراسات الميدانية، وإجراء المقابلات وحصص مراجعة المساطر من خلال زيارة القطاعات الوزارية المعنية، التحلي بالمزيد من الجرأة في تبسيط المساطر مع الاعتماد على المراقبة البعدية وإنزال عقوبات زجرية عند ثبوت المخالفة. كما أعلن عن عزمي عقد مثل هذا اللقاء بصفة دورية كل 3 أشهر إن شاء الله، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لعرض الحصيلة المسجلة بالنسبة لكل مسطرة من المساطر المعنية بالتبسيط واتخاذ القرارات المناسبة لذلك بحضور كل القطاعات والأطراف المعنية، على أن يتم العمل على المستوى التقني بوتيرة جيدة وفق مقاربة تشاركية وتشاورية بين كل القطاعات الحكومية من جهة وبين القطاعين العام والخاص من جهة أخرى. وأود في الأخير أن أطلب من السيد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن يحرص على إعداد في أقرب الآجال الممكنة لبرمجة زمنية محددة لتبسيط جل المساطر المتفق بشأنها، أعتقد أن عددها حوالي 30 بشأنها مع الاتحاد العام للمقاولة في المغرب، وأن يكون ذلك منسجما مع البرنامج السنوي للجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، على أن يتم البدء بالمساطر التي لا يقتضي تبسيطها مراجعة نصوص قانونية. وفي الختام لا يسعني إلا مجدد الشكر لكل الحاضرين في هذا الاجتماع، ومن وراء القصد، السلام عليكم.